فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذين يكفرون الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه ويقولون نحب الصحابة كلهم إلا أبا سفيان ومعاوية؟ هل هؤلاء يعدون الله العافية؟ أسأل الله. نحن نحب الصحابة كلهم، ومعاوية رضي الله عنه ذنبه عند هؤلاء أن الله جمع به المسلمين بعد الفتنة، وسمي عام ولايته عام الجماعة، وساس المسلمين سياسة حكيمة، فهو خير ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا من ناحية عمله. وأما من ناحية فضله فهو صحابي جليل، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا معه وجاهد معه، ومن كتاب الوحي، وهو أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.